قداسة البابا مهم جدا في مناسبة حلوة زي النهاردة أنه نعرف دور الكنيسة في الوطن. يعني بعض الناس أو كتير من اللي قابلهم في حياتي يعني يقولوا لي أنا اتربيت في مدرسة مسيحية فتعلمت كذا. ده الجزء اللي هو يعرف بيه الكنيسة أو يعرف بيه الآخر من خلال أنه شاف الحتة دي التعليم. في عالم جوه الكنيسة ونظام ومؤسسات تعليمية وتدريبية وتنمية وأسرة. لطيف أن قداستك تفهمنا المنظومة الكبيرة دي تقدم إيه للمجتمع. عايز يعني أذكر لحضرتك الأساسيات بتاعت كده. الكنيسة مؤسسة روحية عملها ودورها روحي، زي ما أقول المستشفى دي دورها صحي أو طبي، المصنع ده دوره هندسي. فالكنيسة مؤسسة روحية. يعني إيه مؤسسة روحية؟ يعني ده هدفها الأول، ده الهدف الرئيسي بتاعها، ده باختصار شديد طبعا دون الدخول في التفاصيل. يعني يبقى عايش على الأرض ولما يروح السماء يبقى له مكان، بس كده باختصار شديد. وده تركيز من غير بقى يعني نفقد الهدف يعني تفاصيل كتير. صح جدا. لكن الكنيسة كمان لها وظيفة اجتماعية. هي موجودة على أرض المجتمع فهي خادمة للمجتمع. هي جوه الكنيسة خادمة للنفوس عشان يبقى لهم مكان في السماء، وفي المجتمع هي خادمة للمجتمع عشان تحفظ المجتمع. إيه أكتر الأدوار اللي قداستك بتعتقد أن الكنيسة مهم أنها تحافظ عليها في خدمة المجتمع؟ واحد، المدارس. المدارس المسيحية وإنجاز التعبير ده بين قوسين هي مدارس لكل المصريين. وده عمرها ما كانت للمسيحيين، لكن هي خالص رؤية التربية والهدف بتاعها درجة عالية من التربية. وده اللي بيخلي اللي تربى في مدرسة زي كده منتمي إليها بشدة جدا. يعني بعض الفنانين اتربوا مثلا في مدرسة سان مارك في اسكندرية، هو فنان كبير عمره 50 و60 سنة يقول أنا خريج سان مارك. ويفضل خريجي المدارس دي يقولوا يدينوا بالفضل للمدرسة، ما يفتكروش الجامعة ولا المراحل اللي بعدها. كنت مرة في زيارة لأحد رؤساء الدول في أوروبا، فكان ويا اتنين من الأسقفة وواحد السفير المصري. فرئيس الدولة بيتكلم بيقول أنا خريج مدرسة من المدارس المشهورة في العالم. فرد عليه السفير وقال له أنا خريج نفس المدرسة في مصر. فردوا الاثنين أسافة وقالوا إحنا خريجين نفس المدرسة اللي في مصر. بيفتخروا.